الأهلي بيودع بطولة الدوري الأفريقي بعد التعادل السلبي في مباراة الإياب في استاد القاهرة مع سان داونز، بعد طبعا ما اتغلب 1-0 في جنوب أفريقيا يوم الأحد الماضي، في مباراة يعني كان بطلها جمهور الأهلي. الحقيقة جمهور الأهلي كان عظيم النهاردة. جمهور الأهلي غير ان هو مالي الملعب، لان ياما شفنا ساعات بيبقى الملعب مليان على الاخر والجمهور مش عارف دوره بشكل كويس، لكن النهارده الجمهور الاهلي بيشجع من اول ثانيه لغايه اخر ثانيه، حتى في الوقت اللي الاهلي بدنيا في الشوط الثاني ما كانش قادر ان هو يلعب بنفس الريتم والاسلوب، الجمهور حس ان لعيبه الاهلي محتاجه الدعم. البطل الحقيقي لماتش النهارده هو الجمهور اللي امام حضراتكم. بحيي كل واحد راح الاستاد وكان عارف دوره كويس قوي وقام بدوره كويس قوي. والمشهد بتاع جمهور الاهلي النهارده انا في رايي ان هو لازم يشجع المسؤولين ان ملاعبنا ترجع تتملي مره تانية، لان انا النهارده بصراحه شفت يعني تشجيع كرة بس، التزام كبير جدا من جمهور الأهلي حتى في الوقت اللي هم كانوا غضبانين فيه. فحبيت ان انا ما ينفعش ان انا فوت المشهد العظيم اللي امام حضراتكم ده، لان المشهد العظيم اللي امام حضراتكم ده هو اللي هيرجع الكرة في مصر. المشهد بتاع ان المدرج مليان والتزام الجمهور وتشجيع الجمهور للكرة بس يشجع اي مسؤول ان الجمهور يرجع للمدرجات تاني بدون اعداد ولا بدون اي حاجه، نرجع الجمهور مره تانيه. تاني بقول لكم الكوره في مصر هترجع بحقه حقيقي لما ماتشات الدوري يبقى الشكل فيها كده، لما ماتشات الاهلي والزمالك يبقى فيه نص المدرج مليان ابيض ونص المدرج مليان احمر. هو ده، هي دي صناعه كره القدم، هي دي الكوره. اي حاجه غير كده مش كوره. اي حاجه غير كده انت بتعدي مواسم كده وسنين عشان يبقى اسمك بتلعب كوره. في فرق ما بين ان انت يبقى اسمك بتلعب كوره وما بين ان انت عايز يبقى عندك صناعه كره قدم بحقه حقيقي. عايز يبقى عندك صناعه كره قدم بحقه حقيقي لازم تعمل اي حاجه تقدر عليها ان الجمهور يرجع يملى المدرجات مره تانية. ده رايي. ده الكلام عن الجمهور. طيب الاهلي النهارده أضاع فرصة فوز سهل ولم يستغل أخطاء لاعبي سان داونز في الشوط الأول. أنت في الماتشات دي لما يجي لك هدايا بالشكل ده لازم تستغلها. الراجل الجول كيبر ويليامز، جول كيبر بيلعب برجله كويس جدا، لكن الراجل النهارده مهزوز. الراجل مهزوز ثلاث أربع كور كان لازم إن الأهلي واحدة منهم لازم تخش جون. الماتش ده تجيب فيه جون اول الماتش بقى سيناريو تاني خالص، تكسب ثلاثة عادي. انما في يعني كور سهله جدا، حاجات سهله. ما اتكلمش على ضربه الجزاء بتاعت مع علي معلول. علي معلول ياما جاب ضربات جزاء للنادي الاهلي، وطبيعي كل لعيبه العالم الكبار بيضيعوا، وما ينفعش علي معلول يبقى كبش فدا. جمهور الاهلي ما ينفعش علي معلول يبقى كبش فدا. علي معلول دخل ضاع بينالتي، الراجل لعيب كبير، ياما جاب ضربات جزاء مهمه وصنع اهداف مهمه واحرز اهداف مهمه للاهلي، ولكن الـ 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 في وقت من الاوقات تاني بيجي لك هدايا لازم تستغلها. لو ما استغلتش الهدايا، والهدايا هنا يعني بتكلم في الفرص، بعد كده لما تطلع بره ما ينفعش ان انت تبقى زعلان. هتبقى زعلان طبيعي، لكن خلاص انت جات لك الهدايه لغايه عندك وانت بتقول لا.